السلام عليكم، معكم نوير ياسدين بطل بارا اولمبي الحاصل على الميداليه الذهبيه في دفع الجله في سنه 2012 في اولمبياد لندن وفي اولمبياد ريو 2016. وانا اليوم عندنا الالعاب بارا اولمبيه الاسفيه الدوره الثانيه اللي كنظموها في وسط الساحه ديال مدينه اسفي، الساحه اللي معروفه باسم ساحه ديال الطاجين. هذه الالعاب اللي درناها الهدف ديالها الاساسي هو باش نعرفوا بانواع الرياضات اللي كيزاولوا الاشخاص وضعيه الاعاقه، ونعرفوا بهذه الرياضه والناس اللي عندهم وليدات ديولهم ومخبيينهم وانهم ما كيحشموا يخرجوهم، يعرفوا راه كاينه واحد الرياضه اللي يمكن تدار. وهذا هو الهدف الاسمى ديال هذه الرياضه. وانا رياضي اللي مول عندي في طاحت عليا الفكره ديال اني ننظم هذه الالعاب مشاركه مع النادي ديالي اللي منخرط فيه، نادي معاونه معاقلي اسفي. هذا النادي اللي فيه عنده اهداف اجتماعيه ورياضيه وطبيه. السلام عليكم، معكم محمد امكون بطل بارا اولمبي، عندي حصل على ميداليه اولمبي بطوله العالم وحصل على بطوله العاب بارا اولمبي اللي كانت في ريو. ثاني مره كنحضر الالعاب الاسفي البارا اولمبيك اللي كينظمها الاخ الصديق تاعنا عز الدين نويري، اللي بالنسبه لنا هذه الرياضه غادي كتطور في المغرب. والحمد لله ملي كيولوا ابطال بحال هكا اللي كيعرفوا بهذه الرياضه واللي كيقربوا ليها الناس بزاف باش يتعرفوا على هذه الرياضه. وبالنسبه للذوي الاحتياج الخاصه حتى هما يزيدوا الناس يتعرفوا على هذه الرياضه ويتعرفوا عليهم، واللي عندهم ولادهم حتى هما يخرجوهم باش يعرفوا بلي ان الرياضه راه كاينه حتى هي ديال العاب البارالمبيه.